مكملين معاكم اخبارنا ومن الاهلي للزمالك. والفريق الابيض هيبدا بكره الخميس استعداداته لماتش ام بي اللي هيتلعب يوم الاحد اللي جاي في الدوري. ومنح البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك لعيبه الفريق راحه لمده 24 ساعه بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجه 3-1 في دوري ابطال افريقيا. أعلن نادي شباب لوزداد الجزائري نقل ماتش الزمالك إلى ملعب 5 جويلية بدلا من ملعب عنابة. وهيلعب الزمالك ضد بلوزداد يوم 17 مارس الحالي في الجولة اللي قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ونروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير للزمالك في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال ونرجع لكم مرة تانية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الماتش بتاع البارح ادانا احنا كجماهير زمالك امل ان احنا ممكن نعدي ماتش شباب لوزداد، واحنا مش خايفين غير من شباب لوزداد لان ده الماتش الوحيد اللي خارج ارضنا. صعب لو كسب ماتش لوزداد عشان ارضهم هناك ومجموعه اصلا لازم نكسب ماتشين الاثنين الجايين. لا 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 مش اتوقع اللي هو مش هيصعد خالص. اظن ممكن يطلع بصعوبه بس النسبه الارجح حوالي 70%. لا 60% لو حالت في حاله ان هو يكسب بلوزداد هناك، انما لو ما كسبش بلوزداد هناك يبقى شكرا لان المنافس ليه الوحيد دلوقتي بلوزداد. هو لو ان شاء الله كسب البلوزداد ده هيديله دفعه كبيره ان هو يكسب بعد كده المريخ هنا ويكون متالق وان شاء الله يكون يصعد ويكون حاجه جامده.